ألو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حضرتك سني ولا شيعي؟ أنا شيعي. في مرة اتصلت فيك سألتك عن فضل أهل البيت عند أهل السنة، إذا بتتذكر. نعم، اتفضل. أستاذ زرين، عندي سؤال بس يعني يا ريت بتجاوبني عليه. والله احنا عندنا موضوعين النهارده، ماذا يعني احنا عندنا موضوعين إيه؟ النهارده. الموضوع الأول ألا وهو، معلش دكتور وليد، يعني سمعتهم ولا عيد تاني؟ لا أنا سمعتهم، بس معلش دكتور وليد تجاوبني على هذا السؤال بس اللي عندي إياه، اتفضل علشان أنا يعني في أفكار براسي وعم ركبها يعني. اتفضل. فدكتور وليد، السؤال شو، ماذا انتفعت الأمة من حديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي على بيت؟ يعني أين مصداق هذا الحديث بحياة المسلمين؟ أولا هذا هو عشان السؤال. نقول أين مصداق هذا الحديث في حياة المسلمين، يجب أن يكون حديثا معتبرا، ومعظم العلماء ضعفوا هذه الصيغة من الحديث. وهناك نعم من صححها، ولكن إذا أتيت بهذا الحديث وطبقته على أرض الواقع لا ينطبق على أرض الواقع. بالضبط، لأنه أنا كان عندي مداخلة معك وأنت قلت لي أن تراث أهل البيت وتراث الحسن والحسين وأمة أهل البيت يكاد لا يذكر نسبة لتراث الصحابة، لا انا ما فإذا كان لا هذا انا ما الموضوع على هذا انت الحال. فهمتني غلط، انت فهمتني غلط. انا اقول هات نص الرواية، رواية العترة، وطبقها انت، حاول انت حاول تطبقها على ارض الواقع الان، مش احنا طبقناها ولا ما طبقناش، لا انت هاتها وطبقها على ارض الواقع الان، شوف هتطبق ولا لا تطبق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء لا يطبق على ارض الواقع. الحديث طب هي بيقول ايه؟ ممكن تركت تكون فيكم، دكتور وليد، الحديث بيقول ايه؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، صح؟ صحيح. انا دلوقتي عايز اتمسك، انا دلوقتي وليد اسماعيل عايز اتمسك بالحديث، اشرحه لي انت وقول لي ازاي اتمسك بيه. ما هو دكتور اسماعيل، ما هو هون المشكلة، انه انا طالما نحن مش قادرين، طالما عند الشيعة ما في احاديث عن اهل البيت صحيحة وعند اهل السنة احاديث قليلة وصلتنا عن اهل البيت، فأين مصداق هذا الحديث بحياتنا اليومية؟ ماشي، القرآن الكريم تمسكنا به، طيب تراث اهل البيت كيف نتمسك به؟ هون السؤال. قول لي لا، تراث العترة انا كيف اللي نتمسك؟ عايزك انت تدلني على اني اتمسك بيه ازاي. قول لي 1 2 3 يا وليد اسماعيل، تمسك بيه ب1 2 3. ممكن بمحبة أهل البيت هيك مثلا. طب ما احنا بنحب اهل البيت. تمام، أنا مش معترض، يعني أنا دكتور أستاذ، أنا عايز منك أفهم يعني المصداق الحديث، أنا مش قادر أفهم ماشي، هذا احنا الشيء، عندنا الحديث، كيف نحن اصل الحديث الا وهو في صحيح مسلم من حديث زيد بن ارقم، تمام؟ الا اذكركم الله، في تمام هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، الا اذكركم الله في اهل بيتي، الا اذكركم الله في اهل بيتي، الا اذكركم الله في اهل بيتي. فكلمه اذكركم الله في اهل بيتي يعني معناه ايه؟ خذوا بالكم من اهل البيت، صح؟ حبوا اهل البيت، صحيح تعاونوا مع اهل البيت، صحيح. خافوا على اهل البيت. طيب كلمة اهل البيت هنا بقى تشمل من؟ تشمل أهل آل بيت عقيل، الرسول يعني، وتشمل علي بن آل علي بن ابي طالب، وتشمل صحيح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل دول دخلوا في زمرة اهل صحيح. البيت. ولكن الشيعة لما خصصوا كلمة اهل البيت في ال 12 فقط ضيعوا الحديث ومعنى الحديث. ضيعوه هم اللي ضيعوه. بالضبط صحيح. ليه؟ لأن هو لما فرض علينا إن حديث العترة لا يتكلم إلا في 12، سألناهم سؤال، قلنا لهم هل فاطمة تدخل في العترة، في معنى العترة؟ منهم من قال نعم ومنهم من قال لا، وده تخبط، لأن فاطمة من أصل العترة، من أصل عترة النبي صلى الله صحيح عليه وسلم. فإن أدخلوها في حديث العترة صار عندنا 13 مش 12، يبقى إذن حديث العترة لا يتكلم عن من؟ لا يتكلم عن 12، صاروا 13. طيب مسألة الاستمساك هتنقسم لقسمين، طبعا احنا مش هنتكلم عن القرآن لأن القرآن بين أيدينا، لو قلت لي فين القرآن يا وليد إسماعيل؟ هقول لك أهو، آدي القرآن أهو.
طيب مسألة الاستمساك، يبقى مسألة الاستمساك اللي هي بقى إيه؟ عترتي أهل بيتي، انقسمت لقسمين، إما أن نستمسك بشخوص وإما أن نستمسك بعلم، أي بعلم الشخوص ديت. إن قلنا نستمسك بالشخوص، الإمام الـ 12 ضاع وضيع معاه كلمة الشخوص. لو قلت لي لا ده نستمسك باللي قبله اللي هو الحسن العسكري، طب ليه استمسك باللي قبله؟ طب ما استمسك بعلي الهادي، طب ما استمسك بالباقر، طب ما استمسك مش عارف ايه، لحد ما نوصل طب ما استمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت لي استمسك بعلم، يبقى انت كده ضربت الحديث ان هو بيتكلم عن ال 12 او عن الشخوص، يبقى انا استمسك بعلم. طب اللي خليني استمسك بعلم، استمسك بعلم ازاي؟ هستمسك بعلم الكليني ولا المجلسي ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان؟ يبقى القضية كده ضاعت. ده انا كمان ما كلمتكش في ايه؟ ما كلمتكش في مسمى اهل البيت او مسمى العترة. وضحت؟ ايوه تمام. وضحت وضحت. طيب دكتور استاذ عندي سؤال تاني. طيب بالقرآن الكريم في 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 قول في آية بتقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هل هذه بتنطبق على أهل البيت ولا هو في لها مقصد آخر؟ أنا هقول لحضرتك، تعالى نروح لتفسير الشيعة وراجع ورايا، راجع ورايا. ماشي. الخطاب ماشي. موجه لكفار قريش. أيوة. فكيف يقول للكافر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ يعني هو هيقول للكافر مالكش دعوة بي أنا، وخليك في علي والحسن والحسين، علي والحسن والحسين وال 12. طب معنى الآية إيه يا وليد؟ يعني يا جماعة والله العظيم أنا مش طالب أجر، أنا طالب بس تراعوا المودة اللي ما بيني وما بينكم، القربة اللي ما بيني وما بينكم، الجيرة اللي ما بيني وما بينكم. زي بالظبط كده لما تيجي واحد كده، واحد بيتعبك، جارك بيتعبك، يا اخي قول له يعني خد بالك حتى من الجيره. ايوه يعني راعي الجيره اللي ما بيني وما بينك، راعي القرابه اللي بيني وما بينك. انا مش عايز منك حاجه، انا اللي عايزه بس ان انت تراعي الجيره اللي ما بيني وما بينك او القرابه اللي ما بيني وما بينك. والا معلش يعني عارف انت بصراحه بنضحك على نفسنا. ايوه نضحك على نفسنا. يعني انت رايح للكفار وتقول لهم علي والحسن والحسين، ايش كانوا هم مش لا يؤمنوا بك يا رسول الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم مش مؤمنين بيه، يبقى هيقول لهم قل لا اسالكم علي اجرا الا الموده في القربه؟ يقول للكفار. والله يا دكتور يا استاذ اسماعيل الله يكرمك، والله يعني مثل عم تشيل الغبار عن اشياء كثير نحن ما بنعرفها، وسقينا المعلومة زي ما هي. يعني الحمد لله نحن عم ندور هلأ، والله يتمم على يدك أستاذ وليد. في عندي بعد بس سؤال تاني بس. اتفضل إذا بتسمح. اتفضل. طيب أستاذ وليد، أنت باعتقادك أنت كأستاذ وليد، هل الأمة حفظت حق أهل البيت؟ هل الأمة صانت أهل البيت؟ يعني نحن بنعرف أنه عبر التاريخ من الإمام علي لا حد الأئمة الاثني عشر اللي بتحدث عنهم الشيعة كلهم قتلوا وسجنوا وسمموا، هل رؤية رسول الله بأهل بيته وخصوصا ما جرى بحفيدات رسول الله يعني أبناء الحسين والحسن اللي ماتوا بكربلاء واللي سبي، هل تعتبر أنه هل الأمة حافظت على يعني أهل البيت بهذه الناحية؟ أنت شو رأيك أستاذ إسماعيل؟ بص يا غالي، أنا دايما بقول كلام وإن كان الكلام ده صادم شوية للناس، ولكن هو الناس هتلف تلف وترجع له. عندما تمت المغالاة، عندما تمت المغالاة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ظننا أن لهم حق فوق حق الناس. أيوة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بيهم، ده الطبيعي، دول أهله الطبيعي. يعني بص هتلاقي الشريعة ماشية بالطبيعي،
زي ما النبي صلى الله عليه وسلم زكى علي بن ابي طالب، زي ما هتلاقيه زكى عمار، زي ما هتلاقيه زكى ابا هريره، زي ما هتلاقيه زكى ابو بكر، زي ما هتلاقيه زكى عمر، كلهم زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المغالاه خلتنا ان احنا بنتكلم عن اهل البيت وبنتنفض. اول ما تجيب كده سيره اهل البيت تحس ان انت بتتنفض، لا ما اقدرش اقول عليهم كلمه دول اهل. يا باشا لابد من الانصاف. النبي صلى الله عليه وسلم انصف بفاطمه وقال لها ايه؟ اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. صح ولا مش صح؟ 100% صحيح. ده المنهج، ده منهج رباني ولا مش رباني؟ أكيد رباني. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثل بفاطمة وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صحيح. يبقى ضرب، يعني عايز يقول لنا يا جماعة أنا ما عنديش إلا دين. لا بص الأكتر من كده، الله عز وجل، الله عز وجل عندما أراد عتاب النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه بكلمات أقسم بالله ترجع أي واحد لعقيدة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران تقريبا الآية 128، عندما النبي صلى الله عليه وسلم أدموه بأبي هو وأمي في غزوة أحد، فقال كيف يفلح قوم أدموا نبيهم، يعني لن يفلح قوم أدموا نبيهم. فالله عز وجل رد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ ليس لك من الامر شيء يا محمد، ليس لك من الامر شيء. وكانه يقول اوعى تنسى نفسك، اوعى تنسى نفسك. فهي دي العقيده الراسخه، العقيده التي لا تحابي احد حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ودي على فكره دي دليل على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ان القران لا يحابي احد، وما فيش حد يكتب قرآن. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب القرآن يستحيل حد يعاتب نفسه، يستحيل حد يكتب كتاب ويخطأ نفسه ويصوب نفسه في نفس الكتاب. فدي دعوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول، وأن هذا الكتاب كتاب الله، ولكن لا محاباة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ده لو هم مين ما تحرمش على نفسك الحلال، واخد لي بالك؟ فهي المسألة هنا لازم ناخدها هنا. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر، هم بشر يصيبون كما يصيب البشر ويخطئون كما يخطئ البشر. يعني أنا دلوقتي لو قلت فاطمة أخطأت كأني بهد السماوات والأرض، كأني بهد السماوات والأرض. لا، فاطمة بشر، فاطمة تصنع كما يصنع البشر. الله عز وجل عندما تكلم عن مريم وعيسى، عندما قال له سيدنا عيسى قال لك ايه؟ كان ياكلان الطعام، ومن ياكل الطعام لابد ان يدخل الخلاء. فالمساله منتهيه، المساله منتهيه. فلما جاء اتكلم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بانصاف، ما يجيش حد يقول لي لا ويخوفني. لا ما بخافش، ما بنخافش. ليه؟ علي بن ابي طالب اليس في كتب الشيعة أن هذه الآية أو هذا الحديث من رغب عن سنتي فليس مني، الحديث من رغب عن سنتي فليس مني نزل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة رضي الله عنه وأرضاها عندما أراد علي بن أبي طالب التزوج من غيرها غضبت وأخذت الحسن وأخذت الحسين وراح غضبت عند أبوها. يبقى بشر ولا مش بشر؟ مش فاطمة رضي الله عنها وارضاها دي اللي كانت بتمسك الطحين وتطحنه برجليها؟ بشر. يبقى المسألة لما نيجي نتعامل معاهم، نتعامل معاهم على أنهم بشر يصيبون ويخطئون. طب أنتوا ليه ما بتتكلموش عن أهل البيت؟ لا والله بنتكلم. فمعظم الأحاديث اللي بيحتج بيها الشيعة علينا كلها من البخاري ومسلم من كتب أهل السنة والجماعة. ولكن إحنا عندنا إنصاف، مسألة إنصاف. إحنا مش هنفضل ننشد طول الليل في أهل البيت أو نعمل زي الصوفية ونتكلم على اهل البيت طول النهار والليل. لا، احنا عندنا شريعه، الشريعه هي كلمه الله. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ربعي بن عامر تمام لاحد الملوك قال له جئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. ما قالوش بقى حضرتك انا رحت لك عشان يبقى الخليفه بعد النبي علي واللي بعده اللي مش عارف مين واللي بعده مين واللي بعده مين. قصة الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قصة الحسين رضي الله عنه وأرضاه يكفينا كلام ابن تيمية لعنة الله على من قتل الحسين.
ورضي بقتل الحسين وأعان على قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. تمام. طب ده ينفي أن الحسين أخطأ؟ لا ينفي أن الحسين أخطأ. ليه؟ لأن إحنا ديننا برضه دين عقلاني، ديننا دين عقلاني. ما يبقاش أنا معايا 10 تنفار واروح أحارب واحد معاه 1,000,000، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وبعد كده الله عز وجل عندما خفف الله عز وجل على المؤمنين وليكن منكم 100 صابرون يغلبوا 200، والآيات اللي كلنا بنقرأها بس مش بنستوعبها. يبقى لازم كان سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه عندما تمسك الصحابة في جلبابه وقالوا له لا تذهب أنت مقتول، أنت مقتول لا تذهب، فأصر أنه هو يذهب. عندما قالوا له أن أهل العراق غدروا بك، غدروا بك وارجع، مرضاش يرجع. تمام. مش معنى ان انا بقول كده يبقى قاتله ده في الجنة، لا والله، قاتل الحسين في النار. ولكن انا بقول كده للإنصاف، عشان نطلع أمة منصفة، مش عشان تطلع أمة بتمشي بقلبها بتحكم على الأشياء بالعاطفة. هو العلماء لما جم يتكلموا مثلا في مسألة الأمن والأمان والحاكم المتغلب وعدم الخروج على الحاكم، هم اتكلموا ليه؟ اتكلموا عشان الأمة تكون مستقرة، عشان الأمة ما تكون مهزوزة. أنا أصبر على حاكم، أصبر على حاكم متغلب خير لي من أن أنا أقعد ما بين التراب، خير لي من أن أنا أقعد ما بين الرصاص كل شوية، خير. واتكلم حتى ابن تيمية اتكلم في مسألة الأمن والأمان. فهنا ليها مقاييس معينة، إلا بقى أنه هو يطلع منه كفر بواح كتير جدا، يعني مسائل كتير جدا. فهنا اللي عايز أوصله إيه؟ أن قضيتنا، قضيتنا مش قضية علي ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا فلان ولا فلان ولا فلان. قضيتنا الوحيدة ألا وهي نشر الإسلام، إخراج العباد من عبادة ربنا. سؤال صغير، هل يثبت عند السنة أن الرسول كان يقبل الحسين في نحره ويقبل الحسن في فيه؟ ورد عند أهل السنة والجماعة وورد عند الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زبيبة الحسين حتى بالاسم المشهور ما بيننا الآن. تمام؟ يعني هل النبي محمد الحسين كان يعرف؟ وبعدين ده عيل صغير، ده طفل صغير، لحم لحم لسه لحم. هل المقصد، هل المقصد كان انه لانه كان يعرف انه الحسين سوف يذبح والحسن سوف يسم؟ هذا الشيء له هذا معنى؟ والله يا غالي ما هناك دليل صحيح على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك. حتى الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم، روايه ابن عباس لما نرى النبي صلى الله عليه وسلم متغبرا، هذه الروايه لا تصح. وان صحت او قال لها العلماء انها صحت، فالحلم لا يجري مجرى الحقيقه. لأن إن صحت وأن الحلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مثلا من التراب ويضع على رأسه، والله العظيم الناس تسيب الإسلام، لأن ده مش إسلام. والله يا دكتور إسماعيل، يا دكتور وليد، صراحة أنا قديش بحثت بمشايخ شيعة ومناظرات، أنه يا مشايخ جيبونا دليل من القرآن الكريم أنه أئمة أهل البيت هم موصى عليهم من الله. طبعتونا يعني مش هو أصل من أصول الدين يا أخي؟ طيب التوحيد وجدناه في القرآن، النبوة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. طب الإيمان وين؟ وين موجود اسم علي؟ وين موجود الأئمة؟ ما هو أصل من أصول الدين، يعني لابد أن يكون فيه بالقرآن. والله ما وجدت. يعني أنا فيك تعتبر أنه أنا متخلي عن هذه الفكرة، وبذلك قد خرجت من التشيع، بس لازلت في الوسط يعني الحمد لله. الله وعم ببحث، وإن شاء الله إلي مداخلات معك ونعطيك النتائج إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله. شكرا لك. 493 493 الله إن شاء الله. ربنا يعزك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.